السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الاحتراق، الاحتراق كبداية هو احتراق مواد عضوية أو تفاعل المواد العضوية مثل ميثان الإيثان إلى آخره مع الأكسجين. يتم ضخ هواء بنسب معينة، يتفاعل الأكسجين مع المادة العضوية يحرقها تحت ظروف معينة مثل حرارة عالية أو ضغط عالي، ويتولد عندي مجموعة من النواتج. هذه النواتج يعتمد على نوعية الاحتراق. إذا كان عندي احتراق تام full combustion، فتتولد عندي النواتج اللي هي CO2 زائد H2O. أما إذا كان الاحتراق غير تام، فممكن يتولد عندي إضافة للCO2 مع H2O، ممكن يتولد كذلك CO عادي أكسيد الكربون زائد كربون اللي هو كإمبيوريتيز أو كراسب معين. هذه بالنسبة للاحتراق. طبعا إذا كان الاحتراق غير تام، يعني مو كل المادة الأساس تتفاعل، احنا قلنا هاي المادة العضوية مثل الميثان. إذا كان الاحتراق تام، يعني كل هاي المادة تتحول إلى النواتج CO2 زائد H2O. أما إذا كان الاحتراق غير تام، فيذكر أنه مثلا نسبة معينة من هاي المادة، مثلا 80% من هاي المادة أو 20% من هاي المادة ما تفاعلت، حسب السؤال أو حسب منطوق العملية. فبالتالي تبقى مع النواتج يظهر لنا مركب اللي هو الأصلي مثل CH4 اللي هي المادة العضوية، حسميها X اللي هي تمثل لي جزء المتبقي غير المحترق أو غير المتفاعل مع الأكسجين. بالنسبة للهومورك أنا راح أحله مباشرة. الهومورك الأول كان 50 مول of ميثان CH4 احترق وزيادة 10% access للهواء. What will be the weight fraction of oxygen needed to have full combustion؟ هنا أنا طالب الـ weight fraction x fraction بالنسبة للأكسجين، اللي هو قانونه كان x O2 يساوينا الكتلة مع O2 على الكتلة الكلية للخليط الموجود عندنا حسب معلومات السؤال. وذكر بالسؤال ايضا انه عندي اني فول كومبوستشن، يعني عندي احتراق تام، ونعطينا الاتوميك نمبرز مع المعادله. انا من الاتوميك نمبرز راح اجي احسب الموليكر ويت او المولر ماس اللي هي الكتل الموليه لكل مركب اللي هو CH4 O2 CO2 مع H2O، عن طريق جمع المركب. مثلا عندي انا CH4 بذره واحده من الكربون، اذا 12 زائد 4 ذرات من الهيدروجين 1 في 4 يطلع عندي 16، ونفس الشيء لباقي المركبات. اذا كبداية انا عندي احتراق تام هنا. اذا بما انه هو احتراق تام، فالكمية الداخلة للميثان اللي هي 50 مول الداخلة مباشرة هي نفسها حتساوينا الكمية المتفاعلة. انا هنا طلعت لكم اياها بالمولات، ثم رجعت حولتها ككتل. قلنا حتحول من مول الى غرام اضرب في الكتلة المولية، فاذا 50 في 16 يساوي 800 غرام. 800 غرام تمثل لي كمية الميثان الداخلة والمتفاعلة باعتبار هو احتراق تام. زين، انا طلعت الكمية مالتها مال الميثان الداخلة والمتفاعلة، راح اجي على المعادلة. دي يقول من المعادلة كل واحد مول من الميثان يحتاج 2 مول من الاكسجين حتى يتفاعل ويحترق احتراق تام. اذا كمية الأكسجين المتفاعلة auto reacted المتفاعلة تساوي لنا 50 يساوي لنا 100 مول. إذا 100 مول أنا من الأكسجين أحتاج حتى يتفاعل مع الميثان، أحولها الكتلة، أضرب في الكتلة المولية اللي هي 32 الأكسجين، وساوي 3200 غرام الكتلة مثل كتلة الأكسجين أو كمية الأكسجين نحتاجها حتى يصير عندي احتراق تام. زين، هذا المتفاعل، لكن أنا لازم أحسب الكلي الكمية الأصلية شقد أنا دخلت عندي مع الهواء. إذا أكسجين فيد اللي هو قانون الأكسس راح أطبقه يساوي إنه أوتو ريكتد المتفاعل زائد النسبة المئوية مال الأكسس مذكورة بالسؤال في الأوتو ريكتد المتفاعل، ويساوي أطبق أنا 3200 زائد 0.1 في 3200 ويساوي 3520 غرام كمية الأكسجين الكلية الداخلة كفيد. زين،
طلعت الاكسجين هسه المتفاعل والاكسجين الكميه الاصليه الداخله، راح اجي احسب الاكسجين الغير متفاعل الخارج من التفاعل الاوت او الان رياكتد الغير متفاعل، حيساوي لنا الفيد زائد الرياكتد. اذا حيساوي لنا عندي كميه الفيد ناقص الرياكتد تطلع عندي كميه الاكسجين الغير متفاعل. زين، أنا الهواء الداخل قلنا احنا من نحرق مادة معينة أو مادة عضوية أدخلها هواء والأكسجين هو يتفاعل، لكن الأكسجين العفو الهواء هو 21% أكسجين و 79% نيتروجين. إذا لازم أحسب كمية النيتروجين جيد. إذا أنتو فيد اللي هو قيمة النيتروجين الداخلة تساوي 3520 في 79% على 21% وتساوي لنا 13242 غرام كمية النيتروجين الداخلة مع الهواء من محتويات الهواء وهي نفسها الخارجة. هنا النيتروجين يدخل ويخرج بدون أي ما تتغير قيمته للعملية. إذن هسه راح أجي أحسب الأير فيد كمية الهواء الكلية شقد صارت، اللي هي مجموع النيتروجين زاد الأكسجين الداخلات كفيد عندي قيمهم، طلعت عندي كمية الأير الداخلة. الأير أوت الخارجة تمثل لي كمية النيتروجين مثل ما هي راح تدخل زائد كمية الأكسجين المتبقية الغير متفاعلة اللي هي الأوت، يطلع عندي الأير أوت. حسبت كل ما يتعلق بالأكسجين أو بالهواء بصورة عامة. إذا يبقى عندي فقط المكون الناتج اللي هي CO2 والH2O الناتج من عملية الاحتراق التامة. إذا CO2 الناتج البروتيوس يساوي لنا 50 مول، باعتبار كل واحد مول من الميثان ينتج لي 1 مول من CO2، وكل واحد مول من الميثان ينتج لي 2 مول من الH2O. إذا CO2 بروتيوس هو 50 مول والH2O بروتيوس هي 50 × 2 100 مول، أيضا أضربها في الكتلة المولية لكل مركب ويطلع عندي كمياتهم الناتجة. بعد ما طلعت كل ما يتعلق بالنواتج والمتفاعلات أجي أسوي عملية تشيك اللي هي التحقق، أتحقق أنه الكميات الداخلة هي نفس الكميات الخارجة، أو أتحقق كميات المواد المتفاعلة هي نفس الكميات المواد الناتجة. اذا اي منو عندي الداخل، الداخل عندي الميثان زائد الهواء، ويطلع عندي بالنواتج المتبقي من الهواء زائد CO2 زائد H2O. اذا انا داخل عندي 800 من الميثان و16762 من الهواء كفيد، والخارج من الهواء هو 13562 زائد 2200 مع CO2 زائد H2O اللي هو 1800. طلع عندي الكميات للان يساوي الاوت متساوية. اذا حساباتي الان مضبوطة. المطلب مع السؤال يقول احسب لي المول فراكشن العفو الويت فراكشن اكس للاكسجين. اذا كمية الويت فراكشن الاكسجين يساوي لنا كمية الاوتو على الكمية الكلية، عندي موجودات طلعتهم بالحل، اذا تطلع عندي الويت فراكشن الاكسجين هو 0.2 يعني 20%. هذا بالنسبة للهومورك الاول. نجي للهومورك الثاني. الهومورك الثاني نفس الشيء تقريبا، لكن المادة هي عندي إيثين اللي هو C2H6، 100 مول منها قاعد تتفاعل بأكسس من الهواء 20% تحت ظروف معينة، وقال أفرض أنه complete combustion احتراق تام ومطيني المعادلة ورايد بالسؤال determine the fraction of H2O، يريد الأكس للH2O وحسب هذه المعادلة. نفس الشيء احنا كبداية أجي أحسب الكميات العفو المولر ماس اللي هي الكتلة المولية للمركبات الموجودة عندي بالسؤال. انا عندي الفيد يقول 100 مول اوف ايثين داخل الاموت اوف ايثين، اذا اضربها في الكتلة المولية تطلع عندي 3000 غرام، هاي مثل لي الفيد بما انه هو احتراق تام. اذا الفيد يساوي الرياكتد يعني الداخل يساوي المتفاعل، فيطلع عندي الكمية الاصلية للإيثين هي 3000 غرام. زين، من المعادلة شو تقول؟ انه كل واحد مول من الإيثين يحتاج 3.5 مول من الأكسجين حتى يحترق احتراق تام. اذا انا حقول كمية الأكسجين المتفاعلة أوتوريكتد يساوي 3.5 × 100 يساوي 350 مول، 350 في الكتلة المولية من الأكسجين يساوي 32 في 350 يساوي 11200 غرام. هنا انتبه، كل ما اشتغل على المعادلة هنا اشتغل بدلالة المولات،
اي شيء يطلع عندي بالمعادله، يعني دا اقول انا كل واحد مول من الايثان حسب المعادله يحتاج 3.5 من الاكسجين، هاي راح احكي كمولات. اذا بما انه انا عندي 100 مول من الايثان داخل او 100 مول من الايثان متفاعل، لان اعتمد على قيمه الماده المتفاعله اللي هي الرياكتد، اذا 100 في 3.5 يطلع عندي 350 مول اوكتو رياكتد. حسبنا المتفاعل، راح اجي احسب الـ O2 كفيد الداخل نفس المعادله، O2 رياكتد زائد الاكسس بيرسنت في الـ O2 رياكتد تطلع عندي كميه الاكسجين المتفاعله، ثم احسب الـ O2 الغير متفاعل المتبقي او الخارج، ايضا طلع عندي مباشره عن طريق الفيد ناقص الرياكتد، ثم احسب مكونات المتبقيه اللي هي النيتروجين، هي 79% من مكونات الهواء، تطلع عندي الـ N2 فيد الداخله هي نفسها الخارجه، الاير فيد انا عندي، الاير اوت ايضا راح اجي احسبه اللي هو مثل لي النيتروجين زائد الاكسجين المتبقي، ثم احسب السي او 2 اللي هي النواتج عندنا مع الاتش 2 او حسب المعادله. هنا بالمعادله كل واحد مول من الاثيلين او العفو من الايثين دي ينتج لي 2 مول من سي او 2، وكل واحد مول من سي 2 اتش 6 الايثين دي ينتج لي 3 مول من الاتش 2 او. طلعت المواد المتفاعله والمواد الناتجه، اجي اسوي تشيكينج، لازم كل الكميات الداخلة تساوي لنا الخارجة حسب المعادلة، الداخل عندي الإيثين مع الهواء والخارج الهواء الأوت زائد CO2 زائد H2O، طلعت عندي الكميات متساوية، إذا حلي صحيح. ثم أجي أحسب X weight fraction H2O، هو كمية H2O على الكمية الكلية، يطلع عندي تقريبا 8% weight fraction اللي هي النسبة المئوية للمي. هذا بالنسبة للهومورك الثاني. زين، بالنسبة للـ Uncomplete Combustion، إذا كان عندي احتراق غير تام، قلنا بالاحتراق الغير تام المادة الأساس مالتي اللي قاعد تحترق يتفاعل جزء منها وجزء متبقي يخرج مع النواتج، فعندي مصطلح حينضاف اللي هو أسميه الكونفيرجن، نسبة التحويل. هنا كمثال بيقول 80% من الميثان is burned with 10% excess air. If 100 mol of methane is used, determine the fraction of H2O. بيقول عندي غاز الميثين أو مادة الميثين قاعد تتفاعل 80% منها قاعد تحترق بزيادة ب 10% من الهواء، والكمية مالتها المولات هي 100 مول. احسب لي المول فراكشن أو العفو الويت فراكشن للH2O. زين، ومنطين معادلة 4 مولات من CH4 زائد 5 من O2 ينطيني 2CO زائد 8H2O زائد 2C. هنا بالسؤال ما ذكر هو احتراق تام أم غير تام، لكن أكو مجموعة من الدلائل ممكن تبين لي إنه هذا احتراق غير تام، اللي هي أول شيء يقول 80% هنا حدد لي نسبة، هذه النسبة هي الكونفيرجن اللي أنا أسميها نسبة التحويل، يقول 80% منها تحولت إلى النواتج، وأيضا منطين المعادلة، المعادلة يذكر بها غاز السي او مع الكربون كراسب، إذا هنا يبين لي أنه الاحتراق عندي غير تام. أيضا أجي على صفحة أحسب المولر ماس أو مولكر ويت اللي هي الكتلة المولية للمواد عندي موجودة مباشرة، يجي حسب المنطوق ما السؤال بيقول 100 مول من الميثين CH4 هي الفيد، اذا انا دخل عندي 100 مول، كميتها ال 100 مول اضربها في الكتله الموليه اللي هي 16 يطلع عندي 1600 غرام من الميثان الداخل ككميه. زين، لكن هو يقول 80% منها تفاعلت، اذا حقول قانون كونفرجن يساوي لنا المتفاعل الرياكتد على الفيد. زين، انا الفيد عندي والنسبة مال كونفيرجن عندي نسبة التحويل، اذا الرياكتد CH4 رياكتد حيساوي لنا النسبة مال كونفيرجن في الفيد، يعني 80% بونت 8 في 1600 ويساوي 1200 غرام اللي هي تمثل لي الكمية مال الميثين المتفاعل. هنا انتبه، من طلعت الكمية المتفاعلة للمادة الأساس أرجع أقسمها على الكتلة المولية، أقسمها على 16 تطلع عندي 80 مول اللي هي تمثل لي مولات المادة المتفاعلة، مولات الـ CH4 المتفاعلة، 1280 على 16 تطلع عندي 80 مول. بالاحتراق غير التام
دائما استخدم المولات للمادة الاساسية اللي يصير بها احتراق، وانا استخدمها حتى احسب باقي المكونات الموجودة بالمعادلة. لان عندي المادة الاساسية CH4، انا ما اقدر استخدم 100 مول، ال 100 مول يقول لي هي الكمية الداخل الاصلية، لكن يقول لي 80% منها احترقت، 80% منها تفاعلت، ال 80% تمثل لي هي 80 مول، 80 مول من الميثان هو اللي تفاعل، اذا هو مثل لي الريكتد، فحاستخدمه دايركت حتى احسب بيه باقي المكونات. اذا انا عندي الفيد حسبت الريكتد، اجي احسب السي اتش 4 الاوت الان ريكتد الغير متفاعل، حيمثل لي 1600 ناقص 1200 ويساوي 320 غرام كميه الميثين الغير متفاعله او المتبقيه. زين، اجي للمعادله. أنا بالمعادلة كل 4 مول من الميثان يحتاج 5 مول من الأوتو. زين، فأنا إيش حقول؟ الأوتو ريكتد كمية أو مولات الأوتو الريكتد المتفاعل إيش حساوينا؟ 80 مول قلنا نعتمد على مولات المادة المتفاعلة، المادة الأساس 80 مول على 4. انا باعتبار دا اطلع لي مول واحد ايش قد يحتاج، انا عندي 4 مول يحتاج 5، اوكي اذا 80 مول اسوي نسبة وتناسب، هنا أنا مثل ما موضح عندنا، انا دا اقول 4 مول من CH4 يحتاج الى 5 مول من الاوتو، اذا اكتبها هنا أنا CH4 وهنا اوتو، كل 4 مول من CH4 يحتاج 5 مول من الاوتو، اذا عندي 80 ايش قد احتاج اكسجين اكس، اذا ايش حيساوي ضرب طرفين في وسطين، 4 اكس يساوي لنا 80 في 5، اذا اكس حتساوي لنا 80 في 5 على 4 اللي هي نفس الشيء 8 على 4 في 5 ويساوي 100 مول. اذا 100 مول من الاكسجين المتفاعل احتاجه حتى يصير عندي احتراق ل 80% من الميثان. إذا هنا أوتو ريكتد يساوي 8 على 4 في 5 ويساوي 100، أضربها في الكتلة المولية يطلع عندي 3200، طلع عندي الأوتو ريكتد. أجي أحسب الأوتو فيد نفس الخطوات السابقة، أحسب الأكسجين الداخل الكلي ثم الأكسجين المتبقي ثم أحسب مكونات الهواء الأخرى اللي هي النيتروجين، حسبت النيتروجين فيد ثم أحسب الأير فيد ثم الأير أوت إلى آخره. بعدها احسب السي او لبروديوس حسب المعادله، كل 4 مول من الميثان ينتج لي 2 مول من السي او، وكل 4 مول من سي اتش 4 ينتج لي 8 مول من اتش 2 او، وكل 4 مول من السي اتش 4 ينتج لي 2 من الكربون. اذا طلعت لي انا السي او والاتش 2 او والكربون كقيم المواد الناتجه. اسوي بعدها تشيكينج اللي هو الفحص، اللي عندي فحص مع العمليه للمواد الناتجة والمتفاعلة. فش صار عندي اني التوتال ان يساوي التوتال اوت اللي هو داخل عندي السي اتش 4 مع الهواء الفيد الداخل يساوي السي اتش 4 اللي خارج المتبقي اللي هو 20% باعتبار هو 80% تفاعل منه، فاذا 20% المتبقي زائد الهواء المتبقي زائد النواتج الموجودة بالمعادلة اللي هي السي او 2 العفو السي او زائد الاش 2 او زائد الكربون كامبيوريتيز. اذا انا حسب الكميات حسبتها طلعت عندي الكميات متساويه، الان يساوي الاوت، اذا حلي او حساباتي مضبوطه. اخر شيء مطلب السؤال هو الويت فراكشن الاش 2 او يساوي ان ام الاش 2 او على ام توتال، ال 2880 على 18362 اللي هو الكليه، طلع عندي تقريبا الويت فراكشن لل الماء هي تقريبا 15 او 16%. هذا كل ما يتعلق بموضوع الاحتراق سواء كان احتراق تام ام غير تام.